قال أنا؟ قالت بل ربي وربك ورب العالمين الله رب موسى وهارون. قال لها ويحك ما تقولين، أنا ربكم الأعلى. قالت بل رب موسى وهارون هو ربنا الأعلى. أصرت أمام فرعون، ضربها، شتمها، عذبها، لكنها أصرت على الإيمان. إذا دخل الإيمان في القلب والله مهما حصل، لو يقطع الإنسان قطع فإنه لا يتراجع عن دينه، لو يمشط من أمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه والله لا يتراجع عن دينه أبدا. ربطت زوجة فرعون في صحراء قاحلة بأربعة أوتاد في أربعة أطراف، رجليها ويديها ربطت كلها على الأرض، تفترش الأرض وتلتحف السماء وتعذب وتجلد، وظلت أياما بلا طعام ولا شراب 3 أيام. ويأتيها فرعون كل يوم بعد أن كانت السيدة الأولى في المجتمع، كانت الآمرة الناهية، كان الخدم تحتها، كانت تسكن أفضل بيت في مصر. زوجة من؟ زوجة الحاكم، امرأة فرعون، تركت الدنيا بأجمعها وثبتت على دينها. عذبت فلم تبالي، وكل يوم يسألها فرعون ولا تبالي، حتى جاء ذلك اليوم الذي سألها فرعون تتراجعين؟ قالت لا والله، آمنت بالله ربي وربك. قال اقتلوها. فحملوا صخرة في مكان مرتفع وأرادوا أن يرموا الصخرة عليها، فقالت زوجة فرعون، شوف الثبات، قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، تركت قصري وبيتي وغرفتي وسريري وعرشي، تركت هذا كله، أريد بيتا في الجنة، وأين هذا البيت؟ بجوارك يا رب، عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ما إن رميت الصخرة إلا نجاها الله، قبض الله روحها قبل أن تصل الصخرة إليها، نجاها الله. لكنه ثبات حتى الممات، ليس كبعض الناس، يأتيه صاحب سوء يعرض عليه عرض فيلم أو دخان فيه حشيشة أو بعض الحبوب، أو يعرض عليه فتنة من فتن الدنيا، باع دينه وصلاته وقرآنه، لأن قلبه ما دخل الإيمان، الإيمان كان ظاهري. تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب لا يتراجع المؤمن أبدا. سمعتم بآل ياسر؟ من آل ياسر؟ سمية أم عمار وأبو عمار ابن ياسر، ياسر وسمية وابناهما عمار كان غلاما صغيرا، كان شابا صغيرا، الثلاثة كانوا يجلدون ويعذبون في بطحاء مكة، ويمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الثلاثة الذين يعذبون، الأب والأم والولد، ويقول لهم صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، الثبات الثبات، فإن موعدكم الجنة. فجأة أبو جهل يأخذ الرمح فيطعن سمية أم عمار، يطعنها برمحه لأنها ثبتت، لأنها صبرت، فخرجت روحها عند زوجها وولدها، وما هي إلا أيام ويلحقها زوجها، فكان أول شهيدين في الإسلام. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اصبري أختي على الحجاب، اصبر أخي على الصلاة، اصبر على البيع الحلال ولو كان قليلا، اصبر على دينك. وجزاهم بما صبروا جنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تستقبلهم الملائكة عند باب الجنة، تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. خباب بن الأرت شاب عمره 18 سنة، كانوا ينزعون قميصه
ويضعون له جمر على الأرض، الجمر أحمر، ويضعونه فوق الجمر ظهره، حتى أن الشحم ظهره يطفئ بعض الجمر تحته يحترق، يشوى فقط لأنه آمن بالله وهو بهذا العمر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. هكذا الثبات يا عبد الله المخلص، اللي يصلي لله وليقرأ القرآن لله، والذي يصوم لله، والذي يسجد ويركع لله ويتصدق لله، هذا يثبته الله جل وعلا. أما الذي تجده ينتكس، هذا دليل على أنه ما كان يصلي لله، هذا دليل على أنه ما كان يقرأ القرآن لله. لو كان لله لاستمر. قل لمن لم يخلص لا تتعب، لأنه يتعثر، إنما يتعثر من لم يخلص. خبيب ابن عدي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خبيب رضي الله عنه أسر، أسره كفار قريش بعد أحد، فلما أسروه عذبوه وصلبوه، ثم جاءه أحدهم قال له: أتود أنك في بيتك وبين أهلك وأولادك، الآن سيقتل الرجل، وشوف الآن العرض، إيش رأيك تكون في بيتك ومع عيالك وأهلك ومحمد مكانك؟ قال: ما تقولون، لا أحب أن أكون بين أهلي وأولادي ومحمد في بيته يشاك بشوكة. يعني جننتم، أنا ما أرضى أن يكون الرسول وهو في بيته يشاك بشوكة على أن تعفو عني. يا قوم، هذا رسول الله، هذا محمد، دخل حبه في قلوبهم فثبتوا وصبروا حتى الوفاة. قتل خبيب وهو يقول: ولست أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزع، ثبات حتى الممات. اعلم أن الطريق الذي تسير فيه ليس طريقا مفروشا بالورود، ولست لوحدك فيه، هذا الصراط المستقيم الذي تسير فيه بصلاتك، صيامك، بعبادتك، بحجابك، بصدقاتك، بدعوتك، لست لوحدك، بل كان بشر وخلق قبلك كثير، من آدم عليه السلام إلى أن تبقى لآخر الزمان آخر طائفة في الأرض تعبد الله عز وجل، منهم الأنبياء، منهم الصديقون، منهم الشهداء، منهم الصالحون. لهذا في الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ نبيون، صديقون، شهداء، صالحون، أولياء، أتقياء، راكعون، ساجدون، ملأوا الأرض. فأنت لست لوحدك، مما يثبتك على الدين القرآن. ولهذا الكفار انزعجوا من القرآن، قالوا: لما لا ينزل دفعة واحدة وجملة واحدة ونتخلص؟ قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك، القرآن يثبت القلب، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ورتلناه ترتيلا. لما تقرأ القرآن كيف رد على كل الشبهات؟ جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انقطع الوحي فترة فاستهزأوا، قالوا: تركه شيطانه وقلاه ربه وهجره من يدعي أنه ملك، خلاص ما في شيء. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تقرأ القرآن فيرتفع الإيمان ويزداد اليقين بالله عز وجل.